هلا لازم ناخد شاب. نعم. قسام الصبيح تفضل. قسام من فلسطين. قسام الان عند سؤال لجنة التحكيم، قرب شوي صوتك على الميكروفون. طيب. اذا بتريد سؤال لجنة التحكيم الى قسام من فلسطين. استاذ علي، يعني من قراءاتك هل غيرت فيك شيء القراءة؟ هل أخرجتك مثلا من نسبة التلقي العادي إلى نسبة الابتكار والخلق اللي اسمه جعل الثقافة تنتج فكرا اسمها حلب الثقافة؟ لأن ثقافة لا تلد فكرا تعتبر ثقافة عاقر. فماذا أوصلتك تلك الثقافة من أول كتاب قرأته حتى آخر كتاب؟ وجودي هنا هو الإجابة. أنا هنا من أجل القراءة. القراءة لم تغير في حياتي، لغير القراءة يكون التأثير. أما القراءة صنعتني وصنعت حياتي. نعم، القراءة هي التي تصنع الحياة، فالقراءة حياة. أو إن شئت الدقة فإن القراءة أكثر من حياة. أتدرون لماذا؟ لأنك في الحياة تعيش الحاضر فقط، أما في القراءة أنت تقرأ في الحاضر لأناس كتبوا في الماضي لتعرف كيف تعيش المستقبل، فتختصر الثلاثة أزمنة في آن واحد. ثم يا سيدي، إن القراءة هي التي تخلق الحضارات وتبني الأمم. القراءة جعلت مني إنسانا مثابرا قويا، جعلتني لا أخضع لقول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكني قمت وزمجرت في وجه المتنبي، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. وشكرا. برافو.